من فترة كنت أنا وواحد صاحبي في مشوار، والساعة جت 4 العصر، فقال لي أنا لازم أمشي دلوقتي يا محمد عشان الغدا. قلت له أنت هتسيبني عشان الأكل؟ ضحك وقال لي والله القصة مش كده. قلت له طيب اقعد وهناكل أي حاجة من أي مطعم. قال لي لو ما روحتش دلوقتي مش هياكلوا، البيت عندنا ما بياكلوش إلا لما كلنا نتجمع على السفرة، ودي تعليمات أبويا اللي ماشيين عليها بقاله فترة. قلت له بجد؟ يعني أنتوا لازم تتجمعوا ولو حد اتأخر محدش بياكل؟ قال لي أيوة، أبويا ممكن يتساهل في أي حاجة إلا لمتنا على الأكل. أنا عايز أقول لك إني في مرة روحت متأخر عن ميعاد الغدا نص ساعة، لقيتهم سخنوا الأكل مرتين وقاعدين على السفرة مستنيين. كلمت أبويا في التليفون وقلت له يا بابا كلوا أنتوا، ما جاتش من مرة. قال لي ما هي الجملة دي ما جاتش من مرة هي سبب في الفساد كله، علشان مرة هتجيب مرة هتجيب مرة، ويبقى قانون خلاص إن كل واحد ياكل لوحده. قلت له طيب إيه السبب يعني؟ قال لي بص، أنا سألته قبل كده وقال لي بص يا ابني، إحنا مش بنتجمع طول اليوم إلا على الغدا، كل واحد في شغله وكليته وحياته، دي النص ساعة الوحيدة اللي بنشوف بعض فيها، بنسمع بعض، نطمن على بعض، واللي عنده مشكلة بيحكيها، بنخلي التواصل ما بيننا دايم. تخيل بقى لو النص ساعة دي كمان مش موجودة، هنتجمع إمتى؟ هنشوف بعض إمتى؟ هنحس ببعض إزاي؟ أخطر شيء في الزمن ده يا ابني هو الفرقة، عايشين تحت سقف واحد وبيشوفوا بعض بالصدفة، محدش يعرف حاجة عن التاني، ودي تبقى عيشة، دي تبقى عيلة، وده يبقى بيت. البيت اتعمل علشان يجمع الناس مش يفرقهم، يجمع الناس في مساحة صغيرة محدش يقدر يستخبى فيها من التاني. لكن للأسف النت والموبايلات كبروا المساحة ووسعوا الفارق، انشغلوا بموبايلات قد الكف لكنها أوسع من الدنيا، كله بيبقى لاقي ألف مكان يستخبى فيه، حتى لو نايمين جنب بعض على سرير متر ونص. ما تستهونش يا ابني بالنص ساعة اللي بنقعد على بعض، وما تفتكرش اني بعمل كده علشان اضايقكم او اتحكم فيكم، انا بعمل كده علشان احافظ عليكم، احافظ عليكم من الفرقة والتوهان، لان الدنيا واسعة والغربة ممكن تحس بيها وانت جوا بيتك. يمكن انت مش حاسس ده دلوقتي، لكن والله هتحس بيها بعدين، لما تلاقي ان الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع بعض مبقاش موجود، لان لا احنا دايمين ولا الدنيا دايمة. حقيقة يا جماعة الأب ده أب عظيم، فهم يعني إيه بيت وأسرة وترابط، بيحاول بكل طاقته إنه يربط عيلته قعدة حلوة، تجميعة حلوة يتجمعوا فيها سوا حتى لو دقايق، بس دقايق مستمرة وبتحصل كل يوم، دقايق هتحسسهم بالقرب والدفى، ومش هيسمح أبدا لبرودة المشاعر إنها تستحوذ عليهم، ولا هيسمح إنهم يعيشوا أغراب وهم تحت سقف بيت واحد. استنونا بعد الفاصل. في وسط زحمة الحياة والضغوط اليومية اللي بنمر بيها والجري علشان لقمة العيش، بننسى حاجات مهمة جدا، بننسى عيالنا، بننسى أهلينا، بننسى نفسنا، بننسى أصلا إحنا عايشين ليه. تعالوا النهاردة نشوف رأي الناس في الشارع عامل إزاي، يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله فضل والله. اسم حضرتك ايه؟ محمد شعبان ابو زيد. استاذ محمد شغال فين؟ محاسب. شغال محاسب. سؤالي النهارده احنا عايشين ليه؟ لا عشان يعني الانسان يبقى عنده طموح ان هو يكون اسره ويربي اولاده وكده ويعلمهم احسن منه. اغلبنا بنكون عايشين علشان نجري على اكل عيشنا، وسط ضغوط الحياه اليوميه والكلام ده بنواجه صعوبات كتير، لكن اوقات كتير بننسى نفسنا وبننسى احنا عايشين ليه اصلا. صح، بننسى يعني اولادنا ممكن ما ندهمش الاهتمام اللي هو المطلوب لهم، البيت، الاسره، الاصدقاء، ده كله في ظل الهموم اللي عليك، ده كله بتنسى ده كله. اوقات بنتخيل ان احنا لو اشترينا لابننا موبايل جديد ان الموبايل ده بيعوض قعدتنا معاه. مظبوط، بس ده ما بيعوضش حاجه خالص، ده بيبعده عن احنا بنبعد عنه. مين له حق عليك في الحياه؟ له حق عليا والدي ووالدتي وبعد كده اولادي. ونفسك؟ ونفسي. نفسك ليه حق عليك؟
احنا للاسف اوقات زي ما قلت لك بنجري ورا لقمه العيش وبننسى احنا ننسى نفسنا. صح صح كده. بتقعد مع عيالك ولا لسه متجوزت؟ لا متجوز الحمد لله. بتقعد مع عيالك؟ يعني مش امانه. لا مش كتير صراحه. طب وده صح ولا غلط؟ لا غلط. شكلكم موظفات ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. شغالين في جهه معينه؟ انا شغاله تبع جهه الصحه. تمام. يعتبر اخصائي تحاليل طبيه. حضرتك؟ وانا مهندسه زراعيه في محطه كهرباء. حلو الكلام. طبعا مضغوطين دراسه وشغل و ماجستير تغذيه تخصصيه في جامعه القاهره، فمضغوطين جدا جدا بين دراسه وشغل وبيت، فضغط كتير. نيجي نسال نفسنا في النهايه احنا عايشين ليه؟ بنعيش ليه احنا؟ علشان بس نجري ورا اكل العيش ونطور من نفسنا، ولا عايشين عشان ايه تاني؟ هي دي سنة الحياة، لازم نعمل كده، لازم نتعب ولازم نجتهد من شغل البيت لحاجات دي كلها. فطبيعي الضغوط اللي احنا فيها ان احنا بنحاول نطلع لحظة، لو لحظة حتى، فيعني مع اصحابنا بنختصر ساعات من الوقت، نص ساعة حتى، نقول نخرج شوية، نشرب حاجة، ناكل حاجة، عشان نرفع شوية عن نفسنا، ندي نفسنا طاقة إيجابية تخلينا نقدر نكمل، لأن الضغوط كتيرة كتيرة كتيرة. طب احنا بنقعد مع عيالنا الوقت الكافي؟ بجد بنقعد مع عيالنا الوقت الكافي؟ لا 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 لا، مش هلاقيهم. التكنولوجيا الحديثة خلت الدنيا كلها كله ماسك الموبايل بتاعه، كل واحد قاعد مختلي بنفسه، عايش مع نفسه. احنا كلنا في بيت واحد، لكن التعب كله على الست، اكتر واحده بتتعب في البيت الست، من شغل لبيت لكل الحاجات دي كلها، ما فيش حد بيعمل معايا حاجه بصراحه. حاجه ثانيه، الفلوس اللي احنا بنجيبها بتربي؟ لا طبعا، مش الفلوس اللي بتربي، احنا الاساس، الام الاساس في البيت، لازم تاخد بالها ابنها راح فين وجي من فين ومع مين والساعه كام والساعه دخل امتى خرج امتى، كل دوت ضغوط الحياه برضو المفروض ان هي ما تشغلناش عنه، لان هو ده الاساس، اساسنا في الاول وفي الاخر. كلنا بنشتغل علشان نجيب فلوس علشان خاطر نكفي بيتنا وحياتنا ويعني نواجه الضغوط اليوميه اللي احنا بنشوفها. صح؟ اكيد. مين له حق عليك؟ واكيد الاولاد طبعا والاهل، اللي يبقى لهم حق اكتر المفروض. الاولاد والاهل. والاهل وايه تاني؟ والشغل اكيد ليه حق طبعا. شغل بس بالنسبه لي الاولاد. ونفسك؟ ونفسي اكيد، بس بننسى نفسنا اكيد. احنا بننسى نفسنا وبننسى احنا عايشين ليه. لو مفيش نفسك مفيش شغل، مفيش اهتمام باولاد، مفيش اهتمام باي حاجه. فلازم نراعي نفسنا، لان نفسنا ليها حق علينا، علشان نعرف نراعي بقيه الحاجات او الحاجات الكتير اللي حوالينا. اكيد طبعا لازم نراعي نفسنا، بس احنا كلنا الا من رحمه ربي مش بنعمل كده. اكيد احنا طول الوقت مضغوطين ومشغولين ان احنا نجيب فلوس. ده اكيد احنا مضغوطين طبعا طول النهار، تحاول ان انت تكفي ما او يعني تقدر ان انت توازن ما بين بيتك وما بين الشغل. موبايل جديد لابنك ولا تقعد معاه نص ساعه؟ الافضل طبعا اقعد معاه نص ساعه. احنا اوقات بنجيب موبايلات او بنجيب اي هدايا علشان نعوض، بنتخيل ان الموبايل او اللعبه او الهديه دي تعويض. بنحاول نعوض بيها، بس طبعا هي لا، هي اكيد مش تعويض. بعض الاحيان ممكن ابنك تلاقيه يقول لك لا انا الافضل ان انت تقعد معايا، افضل من ان انت تجيب لي هديه، افضل من ان انت تخرجني او اخرج معايا مثلا. ونكبر والايام تعدي ويتجوزوا ونيجي نفسنا نلاقي نفسنا قاعدين لوحدينا بعد كده، ما شبعناش منهم ولا هم حتى شبعوا مننا. صحيح. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لا نحاول ندي لاولادنا وقت اكبر. هتتعدي واحوالك هتتبدل باذن الله. غمض عينك كده لثواني وقول لي اخر مره طلعت من اوضتك اتفرجت على التلفزيون مع اهلك كان امتى؟ طيب قول لي، تعرف اخوك الصغير عنده كام سنه دلوقتي؟ طيب تعرف ان والدك كبر ومحتاج لك جنبه؟ طيب اخر مره قلت لوالدتك انا بحبك كان امتى؟ طيب اخر مره اتلميتوا على الاكل كان امتى؟ طيب تعرف حاجه عن البيت وعن اللي بيحصل فيه؟ كتير من الشباب دلوقتي حبس نفسه في اوضته، في سجن الموبايل والانترنت والتكنولوجيا. البيت بقى مجرد فندق حاجز فيه اوضه بيقعد فيها ياكل ويشرب وينبسط، وكل اللي بره ما يعرفش عنهم اي حاجه. طيب غمض عينيك تاني كده وقول لي، تخيل معايا ان في ناس من اهلك مش هتعرف تتلم معاهم تاني، ممكن بعد ايام، بعد شهور، بعد سنين، بس مصير الوقت ده هيجي مش هتعرف تقعد معاهم حتى لو تمنيت. وقتها الامنيه لوحدها مش كفايه، علشان اللي راح ما بيرجعش. افتحوا الابواب يا جماعه، اقعدوا مع اهليكم،
اسمعوا صوتهم، شاركوهم في بحر الحياة الواسعة، احكوا لهم حتى لو حاجات بسيطة، حسسوهم انهم موجودين، لا تنسوا ولا تتنسوا، اتلموا مع بعض وخلقوا نص فرصة تتجمعوا فيها، ما تهجروش بعض وانتوا عايشين في بيت واحد، ما تبعدوش بالقلوب مسافات وانتوا ما بينكوا أمطار، خد الخطوة وخصص شوية وقت لعيالك وأهلك، اللمة بتقوي وبتسند، والأرواح لما بتتلاقى بتبدع وبتنجح. عارفين سبب كبير من أسباب الاكتئاب هي العزلة، وخاصة العزلة عن الأهل، وانتوا مفكرين إن العزلة راحة، العزلة فيها شقة وتعب، فيها إجهاد، هتحس إنك كبرت 100 سنة وانت في عز شبابك. الحياة عيلة، عيلة متفاهمة ومتجمعة على الحب، عيلة مش شردة ولا كل واحد فيهم في وادي، وهي مسألة وقت وطريق للأبد هنمشي للنهاية. طيب ما نمشي وإيدينا في إيدين بعض، ما نمشي وقلوبنا مشبكين في بعض وإحنا مسنودين على بعض، علشان صدقوني اللي جاي دايما بيكون أصعب من اللي فات. شكرا ليكم وإلى اللقاء.